جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: ما صحة الحديث الذي يقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه؟ مع العلم أنني قرأت لأحد العلماء أن السجود يستحسن فيه أن نضع الركبتين قبل اليدين، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الحديث الوارد في هذا صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يضع ركبتيه قبل يديه في السجود، خلافا للبعير، فإن البعير يبرك على يديه قبل ركبتيه. وقد نهينا عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، نهينا عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، ونقر كنقر الغراب. نهينا عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، ومن ذلك البروك مثل بروك البعير، لأن أول ما يهبط من البعير إلى الأرض عند بروكه مقدمه، وآخر ما يهبط مؤخره. فنهينا عن ذلك، أن نكون بالعكس، أول ما يهبط منا في الأرض المؤخر ثم المقدم، عكس بروك البعير. وهذا يعرفه كل أحد، وكل من نظر إلى بروك البعير. هذا هو معنى الحديث، هو المعنى الصحيح للحديث. وأما من روى ويضع يديه قبل ركبتيه، فهذه يقول الإمام ابن القيم إنها رواية مقلوبة، الحديث انقلب على الراوي. نعم.